مقابل ركنيتين فقط للإسماعيلي، الاستحواذ النادي الأهلي 59% عند رقم الاستحواذ مقابل لأنه هو 41%. طبيعي يعني، طبيعي لأن الإسماعيلي فريق بيبادلك اللعب، فريق كان محقق انتصارات متتالية. عايزين نقول إن نسبة 59 دي كويسة جدا. عايزين نقول الكابتن أدهم السلاح دار فعلا الثلاث مباريات الأخرى عامل أداء كويس نوعا ما عن الصربي اللي كان ماسك اسماعيل، وكان موضوع صربيا ده المفروض يبطلوا في مصر يا جماعه. يعني بطلوا الصربيين في مصر يا جماعه، صربيا مضروب. التمريرات 473 هنا، ده من الماتشات اللي هي اقل من 500 برضه عشان الاسماعيلي. معدل الفارق 473 ل 306 برضه رقم بيعكس ان النادي الاهلي كان هو المسيطر. ودقه التمريرات 77% 362 تمريره مقابل 68% للنادي الاسماعيلي، والكرات الطوليه كانت 58 مقابل 70 للاسماعيلي. وهنا العرضيات، وهنا بقى نقف شويه عند العرضيات لان الحقيقه علي معلول ومحمد هاني عملوا عدد من العرضيات كبير جدا، ولكن 9 محمد هاني معلول 11 عرضيه من اصل 27 عرضيه لعبوا من النادي الاهلي، ولكن استغلال العرضيات لم تاتي غير على راس وليد سليمان بتحركه الذكي اللي بيلعب بخبره السنين. اكيد محتاجين وقفه هنا عند فكره استغلال الكرات العرضيه. الفوز بالكرات 119 النادي الاهلي ل 131 الاسماعيلي، محاولات على المرمى 12-7 في مباراه. انت عندك برضه فريق الاسماعيلي فريق قوي، ودايما مباراه الاهلي والاسماعيلي لها حساسيات خاصه، وان كان اخر فوز حققه الاسماعيلي كان 2010 تقريبا من 13 مباراه لما انهزمنا 3-1، وتم وقتها اقاله او استقاله الكابتن حسام البدري. من وقتها النادي الاهلي محقق 8 فوز قبل فوز امبارح وخمس تعادلات. الواقعيه يا احمد كانت مخليانا قبل المباراه واحنا بنتكلم كفريق عمل البرنامج كنا متخوفين جدا من المباراه دي، من اكتر المباريات اللي كان فيه تخوف. ولكن زميلنا كريم رزق الله كان ليه واقعه غريبه جدا معايا، كنت بتكلم معاه ان احنا متخوفين جدا من المباراه، قال لي احنا هنكسب بهدف هيسجله وليد سليمان، وكان بالنسبه لي الموضوع غريب جدا، ولكن هي ثقه في النادي الاهلي ووليد سليمان بيعمل واحد من افضل مواسمه. وليد العله قبل المباراه فخمس اهداف بيسجلهم كابتن وليد سليمان من ست محاولات. وفي ملحوظه بقى مهمه، كابتن وليد وعلاقته بفايلر ومستوعب تماما احتياجات المدرب ليه وتوقيتاتها والتعامل بيكون فيها ازاي، وده اللاعب الكبير في النادي الاهلي اللي بيدي رساله لاي لاعب صغير. كابتن وليد سليمان بينزل يغير المباريات، بينزل يصنع اداء مهم، ولكن في المباراه دي في اعتقادي لا صوت يعلو فوق صوت لاعب معين وهو اليو ديانج. بس ما نعديش وليد سليمان، لانه وليد سليمان من موسمين تحديدا نفس الكوره بنفس الشكل، بس كان اسلام محارب هو اللي ضغط على مدافع الاسماعيلي، اعتقد كان وقتها محمود متولي، وقدر يلعب عرضيه اتحطت في نفس الزاويه بالظبط بنفس طريقه التسجيل. يمكن كان وليد بره المره دي، كان على حدود 18. وانا عجبني جدا الكابتن وليد صلاح الدين لما اتكلم عن تحركات وليد سليمان اللي هرب من الرقابه في الكوره، خرج بره ال 18 ووقت ما راحت الكوره لمحمد هاني دخل على حدود على نقطه الجزاء، فكان رايح بوشه وكان شايف المرمى كويس جدا ولعبها بدماغه. ولا افضل مهاجم زي ما قال فارس، وليد سليمان بيوصل رسائل للاعبين كتير جدا. نروح للاعب الثاني اللي هنختلف عليه شويه، اليو ديانج. لا مش هنختلف ولا حاجه، هو صوره تكميليه وبنقول لكم الموضوع هنا من كل الجوانب. اليو ديانج عمل واحده من افضل مبارياته من حيث جاء النادي الاهلي وتم اختياره كافضل لاعب في المباراه. استخلص 24 كره، عايزين نعرض اماكن استخلاص اللاعب للكره، وهي ال 24 مره في 6 مرات في المنطقه اللي قلنا لكم عليها زوم 14، وهي من اصعب مناطق كره القدم في استخلاص الكره. قدر يرجع للنادي الاهلي توازنه في الشوط الثاني، لان انا فعلا أيوة متفق ان هو لم يكن افضل احواله اول 15 دقيقه تحديدا كما توضح الارقام. عايزين بقى نرجع ونكلمكم عن اليو ديانج فيما يخص 57 تمريره يا احمد عملهم ارضيه، منهم 54 تمريره صحيحه. التمريرات الاماميه كانت 36%، التمريرات الخلفيه فقط 18% و46 تمريرات جانبيه. كمان اللاعب كان بيساهم في عمليه بناء الهجمه، مراوغات ناجحه 2 من 2، فقد الكره مرتين فقط. وعلى فكره معدل اليو ديانج في استخلاص الكره هو الاعلى بين كل لاعبي النادي الاهلي من بدايه الموسم في اي مباراه في بطوله الدوري، وده نقدر نبني عليه.
ونستفيد منه في اللي جاي لو حطينا في اعتبارنا بعض النقاط التي تحتاج للتعديل اللي احمد هيتكلم فيها. هو انا متفق معك، اول نقطة لازم محتاجين لتعديل فيها هي فكرة الاندفاع او التهور في بعض الكرات المشتركة. في مباراة بني سويف في بداية المباراة عمل فاول صعب جدا، خد انذار وبقى مهدد، والمركز ستة ده بيكون صعب شوية، واحنا ما عندناش الحصانة اللي بتمنح لبعض اللاعبين. هو مش طارق حامد، نتكلم بصراحة هو مش طارق حامد، يعني مش هيعمل كل المخالفات دي ويفضل ياخد انذار كل ماتش او ماتشين. بالظبط، فما عندناش الحصانة دي، فياخد باله لان المركز ده حساس جدا. لما تاخد في الشوط الاول وفي بداية الشوط الاول انذار في كل مباراة لعبت فيها اساسي، لا لازم هنا نتكلم معاه، واكيد ريني فايلر عنده القناعات دي، واكيد هو بيسعى لتطوير مستوى أليو ديانج اللي هو بنسبة كبيرة كان ممكن يبقى مناسب جدا لمركز 8، ولكن لولا إصابة حمدي فتحي وإصابة عمرو السولية اللي برضو وظفناه في مركز 6 فبنلعب بأليو ديانج في مركز 6. النقطة الثانية التمركز الدفاعي، عشان برضو ندلل على النقطة الأولى، ارتكب أربع مخالفات وده في المتوسط على فكرة، معدل مش منخفض. وبرضو عايزين نقول التمركز الدفاعي، لأن أنا بشوف في بعض الكرات يا فارس فكرة الارتداد السريع مش موجودة عنده، بيسرح في بعض الأحيان، ولكن نظرا لصغر سنه ولبداياته مع الموسم اعتقد ان شاء الله مع كمان شغل رينيه فايلر مع اللاعب اعتقد هيكون عندنا البديل الكفء في المرحله الجايه لغياب حمدي فتحي، ودي نقطه لازم نقول بقى ان احنا قدرنا في وقت من الاوقات كان بيبقى عندنا اللاعب المصاب مش لاقيين لاعب بديل ليه، وكان مش بس قريب من المستوى بعيد تماما عن المستوى، لكن السنه دي عندنا الحمد لله لاعبين كتير على مستوى مميز جدا بتقدر تعوض اي غيابات. هنروح بعيد ليه؟ احنا كان بعض الجمهور قبل انتداب كهربا بيرى ان النادي الاهلي عنده من الاجنحه الكثير، وكان الناس بتتكلم في ان كهربا هيجي يلعب ازاي، ومع اول اصابه لرمضان صبحي كل الناس بتقول كهربا جاي عشان يلعب، ولكن هو ده طبيعي الفريق الكبير في العالم كله اللي بيلعب على اكتر من بطوله يكون عنده البدائل الاستراتيجيه اللي داخل المباراه تديه الحلول، وده اللي بيعمله النادي الاهلي السنه دي، واعتقد ان احنا على غرار بناء اجيال كبيره جدا، وفكره بناء الجالاكتيكوس اللي كان بيعملها ريال مدريد اعتقد النادي الاهلي على نفس الطريقه، ان انت بتجيب قدر كبير جدا من النجوم اللي انت عارف توظفها ازاي. النادي الاهلي بيتعامل بهذا المنهج ولكن في اطار احتياجاته وليس المكايده لاي فريق اخر، وده منهج النادي الاهلي بالتاكيد، وكده اكدنا عليه كتير. وبس ملحوظه اخيره عن مباراه الاهلي والاسماعيلي، يا ريت الاجنحه في النادي الاهلي يكون عندها شويه شراسه هجوميه على المرمى، لان احمد الشيخ وجايين امبارح تقريبا زيرو محاولات على المرمى اون تارجت او حتى اوت اوف تارجت، فنتمنى يكون عندنا شويه شراسه هجوميه. احمد الشيخ عنده المحاوله اللي لعبها سويرف دي هي بس المحاوله الوحيده لكن غير كده مفيش. نيجي بقى لموضوعنا اللي احنا دايما بنتكلم فيه وهو فكره